دي أرقام التشغيل اللي تمت خلال السنوات الماضية، يمكن من خلال تشغيل العمالة من خلال الوزارة. بالظبط. السؤال الأول، هو برنامج التشغيل ده قايم على أساس إيه؟ وعلى إيه الأسس اللي قايمة عليها قبل ما نبدأ نحكي بالأرقام؟ هو إحنا بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا يبقى في عندنا طرفين، راغب العمل اللي هو الشباب. كويس. والناحية التانية طالب العمال الوظيفة. وهو أصحاب الأعمال. فإحنا يعني ارتقينا بالمنظومة، أصبح عندنا برنامج بيشمل الاثنين. ده بيسجل نفسه من خلال الموقع الإلكتروني، وده بيبتدي يطلب من خلال برضو الموقع الإلكتروني، وإحنا بنبتدي نعمل ماتشنج ليهم، ونبتدي نعمل كل طلبية العدد المطلوب، ونبتدي نبعته لصاحب العمل، ويبتدي يقرر بتعيين الناس ديت، أو إذا كان محتاج إن إحنا نبعت له أعداد أخرى فبنبعت له، بحيث إن في النهاية يتحقق أرقام معينة، تبقى في منظومة شغالة بين الاتنين. هما الاتنين دول مش شايفين بعض ومش لاقيين بعض، فإحنا بنعمل حلقة الوصل بينهم وبين بعض. طبعًا خلال الفترة الماضية عملنا حاجة جديدة اسمها ملتقيات التوظف. ملتقيات التوظف دي بنعملها في المحافظات عشان نبتدي برضه يبقى في مكان بيجمع الاتنين مع بعض. ده عايز وظائف بشكل معين بمؤهلات معينة بمرتبات معينة، وده بيدور على الفرصة اللي تتناسب مع مؤهله أو مع مجهوده خلال هذا الملتقى. فدي بتعمل أرقام جيدة وبتحقق لنا فعلا طفرة في الأرقام. بالتأكيد احنا يمكن لو اتكلمنا عن 2018 مثلا حققت لنا ما يقرب من حوالي 350 ألف فرصة عمل من خلال النشر القومية. خلقته من الآلية دي 350 ألف فرصة عمل بالظبط. من خلال النشر القومية اللي بتنزل كل شهر، بالإضافة إلى الملتقيات اللي اتعملت على مستوى المحافظات خلال هذه الفترة. بالإضافة لكده طبعا في التشغيل في الخارج. احنا نوصل للتشغيل في الخارج، لكن نرجع للورقة دي، لأن واضح إن الورقة دي فيها أرقام يجب إن احنا نبص عليها. قوي. احنا النهاردة لو خدنا تفصيلا، يمكن هي مقسمة حتى من خلال المؤهلات واجمالياتهم، ومقسمها ذكور. يعني مثلا بالنسبة للمؤهلات، المؤهلات العليا وظفت قد ايه؟ المؤهلات العليا في 2018 كان 245 الف تم توظيفه. بالظبط. واستلم وظيفه. بالظبط. اللي من غير حملة المؤهلات كانوا 91300. تمام. ذوي الاحتياجات هو الرقم اللي احنا محتاجين في الفتره الحاليه ان احنا ندعمه، كان حوالي 3455. كويس. والاناث؟ الاناث من حمله المؤهلات كانوا 72400، من غير حمله المؤهلات 23000، من ذوي الاحتياجات 864. ايه طبيعه الوظائف اللي بتلجا؟ كل الوظائف متنوعه. انا حضرت ملتقى من الملتقيات في احد المحافظات كان فيه اطباء، واطباء عشان تبقى عارف اللي طلبهم وزاره الصحه كمان، وبعقود مميزه. تمام. يعني مرتبات تصل الى 7000 جنيه. احنا طبعا ما بنحبش نذكر ارقام المرتبات لان احنا الناس ما بتصدقناش. يعني انا مره ما بتصدقكش. مره قلت ان في وظائف في الملتقى تصل مرتباتها ل 6000 جنيه. فطلع ناس على الميديا يقول لك ده في القمر، ده في احنا بالعكس. انا وقفت مع الشركه اللي كانت عارضه، كان ده أول ملتقى يمكن كان في مايو 2016. تمام. وقفت مع الشركة قلت لها قولي لي إيه هي المؤهل وإيه هي المواصفات، فهم عايزين حد خاص متخصص في مجال الكمبيوتر، وعايزين أعداد معينة، وعايزين بمرتبات تبتدي من 6000 جنيه. فده موجود. الملتقيات بيبقى فيها تنوع في المرتبات، وتنوع في المؤهلات، وتنوع في الوظائف. بس احنا كل اللي طالبينه ان ولادنا يبقوا موجودين معانا. احنا يعني في المنيا كان الاعداد مهوله، يعني كان الملتقى فيه اكتر من 150 الف شاب وفتاه. 150 الف شاب وفتاه ما كانوا قعدوا 3 ايام. تمام. عشان يقدروا يستطيعوا ان هم يلبوا طلبات كل الشباب.